اليوم غننطلقوا بواحد انطلاقه الى مدينه ان شاء الله، الى مدينه افران ثم مولا يعقوب ثم سيدي حراز ثم مدينه فاس ثم مكناس. هذه واحد الرحله كتنظمها جمعيه نظر ثلاثة لتنمية التضامن كل سنه الى هذه المدن، وهي رحله استكشافيه واستطلاعيه. الهدف هو ادخال الفرحه والبسمه على هؤلاء هاتي النساء، لانهم في حاجه ماسه لهذه الرحله، لانهم محتاجين وما كيتوفروش على امكانيات ماديه، وكلهم نساء معوزات وارامل. وحنا هذه الرحله مجانيه، غنوفروا لهم حتى المبيت والاكل، وغندير لهم واحد الجوله استطلاعيه لمدينه فاس، كذلك افران، حامه مولاي يعقوب، ثم مدينه سيدي حرازم، ثم مدينه مكناس. ان شاء الله غنطلقوا اليوم يوم الاربعاء، والعوده تكون يوم الجمعه. وهاد النساء كينتموا الى مناطق الشلالات، سيدي مجد المجدوب، المحمديه، وعين حروده. وهذه دائما، لان احنا بالمجان، لان ما يمكنش باش نقول لهم عطيونا واحد مبلغ مادي، لان النساء محتاجين باش نديروا هذه الرحله. هذا هو الهدف ديالنا، هو الفرحه والبسمه على محيا هؤلاء هاته النساء. عدد المستفيدات هي 50 امراه، وكلهم هاد النساء هما من الارامل والعائلات المعوزه، ومحتاجين لهذه الرحله، وبغى يبدلوا داك الروتين ديالهم اليومي. وهاد النساء اللي ما كيشتغلوا معنا طيله السنه في الجمعيه، كيهيئوا معنا المقابر، يعني المدارس، كيكونوا معنا في الشواطئ، ودائما في عيد الاضحى، دائما في عمليه الاعداد، اللي ما كيشتغلوا معنا كيتطوعوا معنا ويستحقوا هذه الرحله، لان خصنا حتى حنايا نحفزوهم، ولان ماشي يعني نستغلوهم في التطوع. الحمد لله كنوفروا لهم هذه الرحله، وكنتمناو ان شاء الله يكونوا فرحانين معنا، وهذا هو الهدف ديالنا. شكرا. إذن إلى اللقاء.